السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تشوفوا تكونوا بخير وبصحه جيده. شكرا الاخوات اللي تتواصلوا معايا في الخاص واللي اقترحوا عليا بزاف الحويجات اني نخدمهم ونحطهم لكم في القناه. ان شاء الله يكون خير. وشكرا للاخت اللي بغات كيفاش نركبوا العقاد الجلابه ولا القفطان، وخا طلبات مني شحال هذا ولكن اليوم عاد كتاب ان شاء الله. بالنسبه للطريقه يعني راه ساهله وبسيطه، يمكن لاي اخت تخدمها في الدار ديالها، تخدم حويجاتها بيديها علاش لا. المهم اول حاجه كيكون عندنا العقاد، الخيط والمقص، هذا الترسان من بعد تنلويو على العقاد باش كنمونطيها. وبالنسبه لهذا، هذا يعني الاغلبيه الناس اللي تيخيطوا تيقولوا ليه المخطاف. سهل باش نصوبوه، تنشدو هكا السفيفه ولا شي يعني شي طرف ديال الثوب يكون غليظ، كنشدو هذا فيلي ديال الحوايج ولا هكا شي سلك وكنعملو بحال هكا، تيكيولي هكا عندنا ماضي بحال شكل البره صافي. وكنوحلو في هاد الخيط من هنا وكنحاولو نجمعوه بالنبل، الا كانت عندنا الماكينه تنجمعو بالماكينه ولا تنجمعو بيدينا، غير باش ما كيبقاش يتنسل لينا داك الجناب ديال هاد الحرير، هاد السفيفه داك الحرير كيتشنتف لينا صافي. كيبقى هكا راسي ملي تنثبتو هنا في الركبه ديالتنا و تنخدمو. ملي تبغيو نركبو العقاد ما تنخدموش على هاد الجهه اللي كتكون باينه، اللي كتكون ملبوسه، يعني تنخدمو على هاد الجهه المقلوبه. هذا هو الداخل ديال هاد البياس اللي عندي انا، تقريبا كنحسبو يعني هاك كنحسبو 4 صباع وكنثبتو هاد المخطاف هنا بهاد الطريقه صافي. وكنبداو الخدمه ديالتنا، كناخدو البرا والخيط وكنبداو اول خطوه. يعني الفكره ساهله وبسيطه، ممكن لاي اخت تطبقها في الدار ديالها، ما تحتاج انها حتى يخدمها ليها الخياط ولا. من بعد ما كنثبتو الخيط كناخذو البرا كنضربو هكا في العقده. هاد العقده راه اصلا تيكونوا مجموعين، يعني تنقطعو داك الخيوط اللي تيكونوا عندنا هاكا كيف كتشوفوا راني مقطعه، يعني ناخذو هاد الطرف التحتاني، هاد الجهه التحتانيه، وهذه كتبقى هكا الفوق. كناخذو هذا اللي لتحت وكندخلو البرا كيف شفتو صافي، وكنطلعو هكا حتى كنثبتو. كنضربو منها في هذا القنيط الاول حتى كنثبتو هنا، كنجيو ثاني دقه في الوسط يعني ما بين الثوب والطرسان كيف كتشوفوا هنا وكيبان لكم، كنجيو حتاني الجنب الاخر كنضربو فيه هذا الجنب الاول في الوسط وفي الاخر ديال العقيده، كنعاودو نضرب الدقه الثالثه الثانيه صافي. كنضربو البرا هنا في الجنب ديالها مزيان، عاد كنرجعو في الجنب ديالها الاخر وكنديرو عقيده اخرى كنخلي واحد المسافه بيناتهم شويه، لحقاش ملي غنعاودو ندو نلويو داك الطرسان يعني ما يجيناش هكا مراكبين على بعضياتهم، كنخلي واحد المسافه غير شويه هكا صغيره وكنركبو العقده الثانيه. شوفوا الاخوات يعني راه الفكره بسيطه وسهله، ممكن اي اخت تخدمها في الدار ديالها. وديما كنردوا البال لان الاخوات المبتدئات كتكون شويه صعيبه، يعني ملي كنطلعوا هكا البرا غالبا كندخلوا البرا ديالنا ما بين الضفر وهذا الحمل، يعني كتكون دقه شويه صعيبه، فضروري الاخوات يردوا البال
كيف كتشوفوا قريبه البرا قريبه للصبع ديالنا، صعيبه شويه. ضروري للاخوات رد البال ملي كنطلع البرا كنحيد الصبع ديالي. كنستمروا بهذه الطريقه حتى ان شاء الله غادي نكمل معكم نوريكم الطريقه كيفاش كملنا هاد العقيق ضيت، وعاد كيفاش غنلويو هذاك الطرسان وكيفاش نمونطيها. واخا تكون عندنا جلابه حتى طويله وهابطه بالعقاد حتى لتحت راه كتكون ساهله. Thank you.
الاخوات من بعدنا ركبنا العقيدات ولويناهم عليهم هاد الطرسان بهذه الطريقه. تبعتوا معايا، كنثبتهم هنا بالخيط وكنجيو هنا للوسط ديال السفيفه هذا هنا، وكنديروا هكا كنثبتوا بهذا المخطاف وكنقادوا هكا. كنتمنى تكون باينه لكم الطريقه. كنضربوا البرا في هذا الطرف ديال الثوب هذا اللي عندنا الجهه، وكنضربوها في الطرسان داك اللي لوينه بهذه الطريقه، وكنطلعوا كنرجعوا نضربوها يعني في الجهه الاخرى باش كتجي ثابته بحال هكا. استمروا بهذه الطريقه اللي كنجمعوهم يعني، هيا هكا مفتوحه من بعد كنعاودو نجمعوها، ولكن ديما كنجبدو هذه مع هذه باش كتجينا الخدمه مقاده لها. ممكن الا رخفنا هذه يعني ملي تنكملوها كتجينا هكا جهه طالعه وجهه هابطه في الاخر، ما تيجيناش هكا مقاد. ديما تنشدو الجهات بجوج وتنخدموهم حنا كنخدمو وحنا كنثبتو الجهات بجوج. انا راه يعني ماشي ساهله شويه هي هاد الطريقه باش تجمعين، كتكون شويه صعيبه يعني غير باش تجيبيهم مقادين الجهات بجوج وصافي. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا البياسه ديالتنا. اخوات بغيت نشكركم على التشجيع ديالكم، على التعليقات اللي كتوصلني، وعلى حتى الاقتراحات اللي كتوصلني منكم في الخاص. شكرا لكم بزاف، كنتمنى تعجبكم فكره اليوم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والحباب ديالكم، وشكرا.